السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الامتحانات الخارجية، أهلا وسهلا بكم. اليوم أعلنت وزارة التربية النتائج الخاصة بالامتحانات المهنية التمهيدي، الدورة التمهيدي. هاي راح أخليكم إياها في موقع، في رابط أسفل الفيديو اللي يحب يطلع عليها. هاي النتائج هسه قدامي، هي نتائج محافظة الأنبار وكل المحافظات هي نزلت. احنا راح ننزلها على الموقع اللي يحب يطلع على نتيجته. بالمناسبة هي الامتحانات التمهيدية، هاي الامتحان خاصة بالامتحان التمهيدي المهني، يعني المهني الفرع التجاري والفرع الصناعي والزراعي وفرع الفنون التطبيقية وكذلك فرع الحاسوب، إضافة إلى فرع إعداديات التمريض. الامتحانات النهائية لحد الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي إلها، لكن نتوقع أن تكون بعد 15/6. هذا شوف الدرجات، يعني كثير نسبة رسوب عالية، يعني كثير من عندهم، يعني شوف هسه واحدة من الصفحات بس 4 مؤهلين، يعني التأهيل هو 3 دروس مكمل، يعني تأهل. هنا الكثير يعني للأسف، هنا أنا راح أترك لكم إياها في على الموقع. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يصلكم كل ما هو جديد، واحنا ايضا مستمرين وياكم بنشر ملخصات وملازم وكل ما يخص الدراسه المهنيه بكافه فروعها. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ارجع واكرر انه راح اترك لكم في مربع الوصف الموقع الخاص للاطلاع على النتائج. واذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.